عبد الله مساء النور. تحية ليك عبدو، تحية لضيوفك الكرام وكل مستمعي موزايكا فام وأيضا كل جمهور جيب. التأكيد تنسيون كبيرة كثرت اليوم في المقابلة، لكن نجموش يعني نخجلوا من الهزيمة، خاصة أنه هزيمة كانت بفعل فاعل نجم نقوله أربيتراج يتغافل على ضربة الجزاء، ويعني وحكاية الفار مرة أخرى ممكن أحمد يعني يوقف أمامنا. نعم. في حكاية كما هذه، لكن يلزمنا ممكن نوقف يد واحدة. شوفوا جمهور عبد الله، الجمهور متاع جيبس يعني مش متفائل برشا ومتغش سيرتو على الإقصاء اللي كان يعني بفعل فاعل من حكم الساحة عمد يظهر لي مقابلة تفرجنا فيها ناس الكل. منتخبنا كان قادر أنه يتعدى، لكن هلا غالب حكم الكرة وأيضا ضرب الجزاء واضحة، والحكم عين شافت عين ممكن يعني مش موجودة في ملعب مصر. بالنسبة للتوانس يكونوا متفائلين فرحانين، بالنسبة لنا المنتخب التونسي مر، بالنسبة لنا مر الدور النهائي خاطر مظلمة تحكيمية فاتحة، ما نجموش نعملوا أكثر من هيك. الفار وما أدراك ما الفار، الله تربي أحمد حمد، هذا يكون أحمد ضر 11,000 تونسي، 11 مليون تونسي، كنا نجم نمروا معناها فاسيلمون الله غالب. ما نجموش الملاعبيه نتاعهم تبارك الله، ملاعبي المنتخب اليوم عطاو 300%. الفار هو اللي كان سبب باش المنتخب نتاعنا انسحب، وانسحب معناها بمرفوع الراس. خبنا نجم نقولوا انه اليوم عمل مقابله كبيره رغم اللي صار ممكن من التحكيم. أنا بالعكس نحب نهني التوانسة كوليكا بالفريق الشاب اللي ربحناه، صحيح ما ترشحناش لكن معناها ربحنا فريق شاب وممتاز جدا. إن شاء الله معناها نعودوا مرة أخرى بنفس الفريق هذا، يزيدوا دعموه ويعطيهم الصحة الأولاد، معناها ما قصروش عملوا اللي عليهم. نصر النسائي مدام يظهر لي منتخبنا منتخب رائع وفرحنا رغم الهزيمة وبارك الله فيهم وإلى الأمام وسيني بالا فان دي موند، نجم نعملوا ما خير في محافل كروية أخرى. صح عبدو، قبل ما نختم ناخذ درامي كرفال لاعب السنغالي موجود بكتاعة يعيش في جابس، كان حاضر تفرج معنا على المقابلة، قال ممكن في كلمة أنه يلخص، قال أنا ممكن اللي يربح يعني اللي يربح تحاليل نشجع المنتخب اللي يربح، كان يشجع الحقيقة في تونس أنه كان لابد حتى درابو، لكن منتخب بلاده قلبه يهز السنغال. درامي نحكم العربي ولا الفرنسي؟ درامي نحكي منه شكون شجعت الحقيقة اليوم؟ لا حقيقة اليوم شجعت تونس من على قلبه، يعني في السنغال من القلب والله سيت جو دي ما عنديش عارف الفرنسي هذا برسك ستار تونس ومنه مي اوجودي ميم اليوم شجعت تونس جزاء الحقيقة واضحة. لا نوما مبوريان دير مي البيت هو سيلو المد دي تيرين هو بيسكو البيناتي هو بيسكو موس بيناتي فرش باش على خاطر منشوف البيناتي يعني سمعت الناس يعيط بيناتي ما مشوفش. بالنسبة للمنتخب بلادك المنتخب السنغالي بعد ما تعاد لا السنغالي لا فيه بون ترافاي باسكو لو فوتبول اي اون بوكو دو بون جوار. مرشح ممكن درامي يقابل المنتخب السنغالي زي الرابحة تو واحد بلاش ممكن لو فوتبول دي سيلون سي جامي باسكو ميزيل يا بوكو دو تان. خليك درامي بطبيعة كان هذا درامي حاضر موجود في جيمس، قال ممكن يعني يشجع لكن أكيد يعني من القلب يحبده مع المنتخب السنغالي. بالنسبة لدرامي يعطيك الصحة عبد الله العامل، وتحياتنا للناس الكل اللي تسمع فينا في جيمس. المنتخب الجزائري الشقيق كمل الشوط الأول متقدم على نيجيريا هدف لصفر في الدور نصف النهائي الثاني. بعد شوية نمشي والباجة برجعنا باش نرجع مع سهيل، ما زلنا باش نحكيه على المنتخب. فاصل ونتواصل. مرحبا بكم، 8:48 دقيقة نمشيو الباجة مع إيهاب النفزي. إيهاب مساء النور. مرحبا عبدو، أهلا وسهلا كل مستمعي راديو موزايكا فام. من أجل كان نبدأ ديما بالشعر، برغم الحكم وبرغم الظلم وبرغم الفار باش نبقى نحبك وننتخب ونموت عليك يا منتخب تونس وعليك نغار. واضح 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 بالقدا بالقدا. واليوم المنتخب التونسي فك بلاصتو في قلوب التوانسة بالفم المليان. عبدو طرنوا كاملة، قارة افريقيا مش فاهمة تونس. واضح اليوم كل الناس كل فاهمة اللي السنغال تعدات، اما مش اما التونسي مش فاهم علاش تونس مرة ما تعدتش. ما نعرفش اسكو الصدى الكلام هذا في جماهير المنتخب في باجة موجودة. هاو معنا بشير كيفاش عشت الظلم اليوم.
والله شفنا ظلم كبير اليوم من الحكم تاع الفار، ضربة جزاء واضحة، والقانون الجديد أي لمسة يد ضربة جزاء بدون معناتها ما فماش تفلتيف. يعطيهم الصحة الأولاد، برافو عليهم، قدمنا مستوى باهي في الأدوار الإقصائية، شفنا منتخب ممتاز يشرف، يشرفنا احنا كتوانسة ويشرف الكرة الأفريقية. إن شاء الله نبنيوا عليها أكثر، وإن شاء الله نعملوا مخير في معناتها المناسبات القادمة إن شاء الله. هذا كان معنا بشير عبدو. نشوفوا العربي، العربي العربي كيفاش عشت اليوم الظلم. الو عسلامة. مرحبا سيدي. وبيك عايش. اي سيدي اخويا، خيبة امل كبيرة، خيبة امل كبيرة، رغم اللي حلمنا برشا، اما ان شاء الله يولوا عنا مسؤولين يجريوا العصابات المسؤولة في افريقيا دي. نعم بارك الله فيك. واضح، يعطيك الصحة. نعم هذه ردود فعل في باجة، هذه باجة. والله يا عبدو خليني نزيد نكملك، والله دي تروف لعشية، دي تروف. أقبل لحظة، خليني نتفاعل زميل اسكندر أيضا يتفاعل معي على الواتساب. أوروسبور وبين الفرنسي يقول أكدوا أنه ضربة الجزاء صحيحة وما فيها حتى شيء، دونك حتى مصادر أخرى ما نشحنا توانسة ربما ما خذتنا العاطفة على المنتخب، ومن حقنا باش تاخذنا العاطفة لأنه منتخب شيخنا وبالفم المليان نقولها، ولكن هذه الحقيقة. تفضل إيهاب. كما قلت لك عبدو العشيه معناها ديتروف معنا برشا فرق تشجيع، تشجع نعم. كل فرق التونسيه، والله حضرت لي طنبور، حضرت لي تينو، كان باش يكون فيستيفال، الله يسامحه. الله يسامحه. هو احنا في كل حالات رانا عاملين فيستيفال على المنتخب الوطني التونسي، يلزمنا نحتفل ونكونوا فرحانين به. اكيد عبدو اكيد ان شاء الله. مازال عندك نفرحوا. عبدو صفا بالنسبه لنا احنا حرمنا الفار وحرمنا الحكم من كل انواع الكاس. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة واللطف عليك من الكاس يا إيهاب. صابر الرباعي الأمير التربى العربي يقول على تويتر قبل قليل: رغم الخروج المر من الدور نصف النهائي والظلم الفادح من الحكم والفار، أقول لكم يا نسور شرفتم الكرة التونسية، ارفعوا رؤوسكم والآتي أفضل بإذن الله. هذا الفنان وأمير التربى العربي صابر الرباعي. نمشي للمستير، نواصل الجول على الجماهير التونسية. سامي اسطنبولي مساء النور، مرحبا. مرحبا بك عبدو، مرحبا بك كيف مستمع موزيك اف ام. مستير هون يا عبدو، خلينا نقولوا ماك تعرف مستير مدينه سياحيه بامتياز. اليوم عبد السلام رينا الجزيريه والتوانسه زوز علامات حاضرين في القهوي الكل هوني في مستير. صدقني عبدو انا وقت اللي الاربيتر زفر نهايه المقابله نشوف فما دموع في عينين اخواتنا الجزيريه اللي نعم. اليوم نتمنى لهم الدموع هذيك يفديوها لنا ويترشحوا هما ان شاء الله للفينال. مراره مراره كبيره عبدو هوني في المستير، واللي نحكي معاه يقول لي حرام حرام، معناه لأنه تونس كنا الناس الكل نحبذوا أنه نمروا لضربات الجزاء، ضربات الحظ، وصح عليهم إذا كان ربحوا هما ولا ربحونا أحنا، لكن نخرجوا بالطريقة هذيك ويزيد الأربيت يعطيهم بينالتي، بصراحة حرام. وفي لغه الكره شوية يا عبد السلام، معنا ثلاثه احباء من احباء المنتخب الوطني، معنا اخونا حسين بن حسن. حسين كيفاش عشت مقابله اليوم ضد المنتخب السنغالي؟ والله اليوم المنتخب ما قصرش، عمل مباراة كبيرة، ظهروا لقرين تظهروا وما نخجلوش من اللي صار، صحيح ظلموا بلانتي ما عطوناش وهذيك الافريق وفار لا تنفع فار لا غير الفار. الموتيفية احنا اليوم في بعد المباراة ربحنا ديزيلي مورا، فما وليدات أبار اللي لعبنا وعنا توابت في المنتخب، اليوم ربحنا وليدات صغار كي تشوف بن محمد تشوف الهرير دروا، فما انا هذوما باش نبنيو عليهم. راه صحيح خسرنا وحصره كبيره ونبني ونعاودو نخدمو، كوب دافريك مش بعيده برشا، نعاودو عندنا تظاهرات اخرى ونخدمو على رواحنا. والمنتخب راه ذاكرتنا ما تكونش قصيره، منتخب قبل الجمعه التالي ندمو فيه راه، والناس مش مقتنعه به، لكن عندنا ايكيب باهيه ووليدات باهيين، عطيناهم فرصتهم وهما ظهروا كفائتهم ونواصلوا ديما يمشي، وان شاء الله المنتخب الجزائري ينورنا ان شاء الله. حسين انت من الناس اللي انا نشوف فيك ديما تتعارك مع اصحابك وتقول لهم ان شاء الله بقدره ربي عندنا فريق مزيان وبقدره ربي باش يوصل للفينال، شنو الشيء اللي خليك تامن بالمنتخب هذا حسين؟ والله اللاعبين الفرديين عندنا دي كاليتي سبيسيال شويه في الافريق، هو لي افريكان ما عندهمش الخبط تاع التونسي تكتيكمون، نوقفوا صحيح احنا يصير في دور العجله نعم. في تونس يعني ليكيب ناسيونال نتاعنا
تبين وبالكاشف هيك بين الماتشوات ملي ترشحنا للانكار وورينا كوره مزيانه نعرفوا نوقفوا. اليوم تفكنا الطرح اليوم جرينا الطرح كيما حبينا احنا. اللي كيت ناسيونال لعبت لعب لعبها مرات لعبها وصلنا للاخر بلا من الاربيتر ما عندنا اكس اللي صار ما نجموش نحكي كوره. واضح يعطيك الصحه. واضح يا سامي بسرعه بسرعه وفي الوقت سامي. شكرا شكرا ان شاء الله حظ اوفر لمنتخبنا التونسي وحظ سعيد للمنتخب الجزائري عبدو. يعطيك الصحه يعطيك الصحه سامي. نعتذر للناس ما نجموش ناخذوهم. فقط بنت الجزائر تقول الفار يؤهل السنغال يكفي تونس انها من الاربعه الكبار في القاره. هارد لك لكم كنتم الاحق بالتاهل لكن التحكيم في القاره الافريقيه لا يزال قديم. قالت هكا الاخت الجزائريه. ايضا امير المصري يقول فار ايه وزفتي ايه حرام والله. رجال تونس مبروك الاداء والرجوله وخرجتم من الباب الكبير قدر الله وما شاء فعل. تقريبا قاعدين نرصدوا في ردود الافعال حتى على مستوى تويتر. سهيل الان في لحظه صفاء مع الروح ونخزروا بنوع من العقلانيه. شنو نجم نقولوا؟ اللي نجم نقوله انه بصراحه قارتهم تونس احسن منتخب افريقي في ترتيب الفيفا 25 مرتبه مع مرتبه 25 معناتها زيد زحت منتخب احمد معناتها زاد حاجه اخرى ما تساعدهمش باش يراونا يمكن مع المنتخب الجزائري في النهائي. فبرافو ل 12 مليون واصغر دوله في افريقيا واكثر ناسيون عامله حس وما يجمو كان بطرق ملتويه وبالكوليس باش يخرجونا. ان شاء الله الجزائر الشقيق يترشح يخونا ثارنا في الفينال واكيد اللي هذا باش يصير. واحنا زاد ان شاء الله الفينال نتاعنا انا حاطط روحي متعدي فينال عبد والله ماني حاطط روحي عندنا فينال باش نلعبوها ان شاء الله مع منتخب نيجيريا يكون انتصار بالثاني عباره توجنا الزوز خاطر بصراحه تسرق حقنا. الجروب هذايا مازال باش يزيد يقدم برشا بتاتر اللي اكيد يمكن الناخب مع مدرب اخر اكيد خاطر بصراحه عندنا كفاءات تونسيه ما يرجع نبيل ولا نجيبوا سامي ترافيلسي عنا ولا عندنا اخويا والله يا عبدو كان جيت في التيران اليوم وريتو جيريس انا يا اخو في المريوله كيك ناخذ نقطعه له بالحق راهو فما دي رياكسيون راهو تشويك ما 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 معناتها اما الحمد لله اليوم انا نقول للتوانسه الكل ان شاء الله الجزائر ترشح ننساو نحسبوها احنا روحنا ترشحنا ونخرجوا نحتفلوا اليوم وروحنا هي بيدها واحلى جو عندنا احنا جونا في تونس. كي كل مره هكا تنساش الكان زاد اللي قبل عبده مع وقتها حمزه المثلوثي يعطاهم نعم. بيلانتي فريق انغولي ديما لازم احنا يلعبونا في الكوليس ديما ما يجموناش خاطر برافو ولادنا رجال كانوا رجال. اللي يقعد من الكان هذية هو الأداء البطولي نعم. والجرينتا واللحمة اللي في الاتحاد قوة ديما كي نعمل نعم. كيب ناسيونال ونلموها رانا قادرين على صنع المعجزات. برافو الأولاد يعطيك صحة سهيل يعطيك صحة صليح. طبيعة تغطيتنا باش تتواصل مع العشرة تنعودوا نتقابلوا في سبور اكسبريس نرجعوا للمباراة بأكثر تفاصيل وأخبار. أكيد البرمجة باش تبدل شوية الآن بعد على ضوء التطورات الأخيرة ولكن ما زلنا في الكان وما زلنا في بطولة أمم إفريقيا. نلتقي العشرة في سبور اكسبريس. إلى اللقاء.